أظن أنه بعد مرور 6 أيام ضمن المعرض وفق في على مستوى الأهداف المسطرة له، على مستوى الحضور اللي هو أساسي بالنسبة لنا، حضور ديال الزوار عرفت الأيام كثافة على مستوى الزوار وخصوصا على مستوى الأطفال، وهذا بالنسبة لنا أمر يسعدنا بشكل كبير، لأنه رهاننا على القارئ على الطفل هو رهان كبير جدا. دور النشر كما اشرنا سابقا، الدورة عرفت ارتفاعا على مستوى عدد مستوى الناشرين المشاركين، وحيث بلغ عددهم 800 ناشر. المعرض كما يلاحظ عرف تطورا ايضا على مستوى الجمالي، وايضا هناك الجانب ديال البرنامج الثقافي اللي كاين برنامج ديال وزارة الثقافة بشراكة مع مجموعة من او بتنسيق مع لجنة مؤسساتية، برنامج يعرف تنوع.